ليش أنا اليوم هي محكمة ابني. جينا على أمل إنه نلاقي محل طبعاً صف زينا زي غيرنا. بس هناك اليهود اللي متضامنين مع الجندي خلوهم يعلقوا إيش ما بدهم يعملوا إيش ما بدهم. إحنا هان ما ردوا ولا يافطة ولا إشي قابلين لنا. إيش بدهم يجي يطولوا ابني من القبر ويحبسوه. يدللوا الجندي ابني طلوب يحبسوه ابنه يعدموه وهو كمان ميت. هذا اللي بدهم اياه. بتفكرين احنا مقتنعين بمحاكمهم؟ محاكمهم كله على الفاضي. أنا شو اللي سبب وقعت؟ أنا صاير عندي فشي عندي تركيز باستمرار ضايعة فشي اللي بضلني أرج باستمرار وكل مالها بتزيد لأنه فشي عدل. بس أنا بتمنى من ربنا عدل رب السماء إنه يأخذ لي حقه هالولد لأنه شو ذنبه بس بروحش. والله ما بروح كل ماله هم بيفكروا الحوالي انه بروح اقعد الاثر. لا كل ماله بزيد الولد قطع من قلبي. هذا الولد والله قطع من قلبي. ربيته الله اعلم كيف ربيته. انت بتعرفي يمكن كيف تربيت الولد قديش مرهقه ومتعب. وهذا بالذات عشان توحد كثير اتعبني كثير. يعني انا لغيت كل امور حياتي وقفت امور حياتي كامله بس عشان اياد. وبلحظات اخذوا لي اياه بلحظات استهتروا بدم عربي فلسطيني. بدهم شي انا بس احنا باقين احنا قاعدين احنا صابرين احنا صامدين. انا والله لو اخر يوم بعمري لا ضلني اطالب بحقه لانه هو انسان مسالم كان ولا قرب على حدا. هم بس لو اعطوا الفرصه بدهم مش يعطوا فرص بس بدهم يقتلوا. اليوم كانت جلسة في ملف إياد الحلاق تتعلق في الطلبات للمواد اللي طلبتهن الدفاع عن المجرم اللي قتل إياد الحلاق. طبعا احنا كانوا طالبين منا ايضا مواد طبية تتعلق بإياد الحلاق. احنا اعترضنا على تقديم هاي المواد للدفاع. المحكمة اليوم حسمت في هاي الطلبات وتم تحديد مواعيد لسماع شهود في هاي الملف من في خلال شهر يناير من العام المقبل وشهر فبراير. تم تحديد تقريبا 7 مواعيد والتي سيتم من خلالها سماع الشهود اللي كانوا في هذا الملف. طبعا تم يعني رفع الجلسة لمواعيد في شهر كانون الثاني وشهر شباط من عام 2023 من أجل سماع الشهود في هذا الملف.